أعلن اليوم إطلاق الحملة الوطنية التوعوية لحماية الأطفال من الاستغلال والابتزاز الإلكتروني التي تنظمها النيابة العامة بالتعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة. نعم، تهدف الحملة للتوعية بمخاطر تعرض الأطفال لممارسات الاستغلال والابتزاز في الفضاء الإلكتروني. هذا وقد تم إطلاق الحملة في لقاء حضره ممثلو الجهات المنظمة والمشاركة في تلك الحملة وعدد من الشخصيات العامة. في كلمته التي ألقاها لإعلان إطلاق هذه الحملة الوطنية، ذكر سعادة النائب العام الدكتور علي بن فضل البعينين أن رسالة النيابة العامة ترتبط بما تكفله المملكة للمواطنين والمقيمين من حقوق ارتباطا وثيقا، ولها دور موازن في حماية المجتمع والحفاظ على مقوماته البشرية والمادية. من ناحية أخرى، ألقى سعادة السيد أسامة بن أحمد العصفور وزير التنمية الاجتماعية كلمة أعرب فيها عن اهتمام الوزارة بتنظيم هذه الحملة الوطنية والتي تأتي في إطار الشراكة المجتمعية من أجل توعية الأطفال وأسرهم والنهوض بقضايا سلامة وأمن هذه الفئة المهمة التي تعد النواة الأساسية للمجتمع. بدوره أشاد سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم خلال كلمته، أشاد بالتعاون القائم بين الوزارة المنظمين في إطلاق هذه الحملة الوطنية، إيمانا منهم بأن حماية النشأ وتحقيق المصالح الفضلى للطفل هي مسألة يجب أن تتضافر فيها كافة الجهود، مشيرا إلى أن الحملة تبرز أهمية الدور الوقائي في استباق الأخطار السبرانية ودرء السلوكيات المنحرفة التي تترك أثرها السلبي على بناء شخصياتهم وتوازنهم النفسي وقدرتهم على الاندماج الاجتماعي والتحصيل الدراسي. كما ألقى سعادة رئيس الأمن العام كلمة أشار فيها إلى اتساع استخدامات الفضاء الإلكتروني في شتى المجالات ومناحي الحياة، إلا أنه مع ذلك ينطوي على مخاطر جمة وتهديدات حقيقية يواجهها الأطفال بصفة خاصة، وبالتالي فقد باتت مواجهة تلك المخاطر والعمل على الحد منها أولوية ملحة. هذا وتستمر فعاليات وأنشطة هذه الحملة الوطنية حتى نهاية العام الجاري. أطفال البحرين لبنات المستقبل الواعد، وفي ظل التنامي التقني الكبير واتساع نطاق الجرائم الإلكترونية وتنوعها، باتوا أكثر عرضة للاستغلال والابتزاز الإلكتروني، وهو ما استدعى لإطلاق هذه الحملة الوطنية الواسعة بمشاركة عدد من الجهات المختصة سعيا لوقاية أبنائنا والحفاظ عليهم من هذا النوع من الجرائم. انطلقت اليوم الحملة التوعوية للأطفال في مجال الجرائم الإلكترونية، انطلقت بقوة جدا من خلال المشاركين معنا من خلال المجلس الأعلى للقضاء، وزارة التربية والتعليم، وزارة الداخلية، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة الشباب والرياضة، والعديد من الهيئات أيضا، ووزارة العدل كذلك. تهدف هذه الحملة إلى توعية الطفل من خلال حملة يقام فيه كل من شأن، على سبيل المثال وزارة التربية تقوم باختصاصها، وزارة التنمية تقوم باختصاصها. نحن مؤمنين جدا بأن الحل التقليدي لمكافحة الجريمة من خلال القبض على المتهمين وإحالتهم المحكمة هي ليست الحل الأنجع. الحل الصحيح هو خفض الجريمة من خلال القيام بإجراءات استباقية، والإجراءات الاستباقية تكمن في مثل هذه الحملات. الطفل محل اهتمام جميع الجهات الحكومية وحتى غير الحكومية، فكان لابد من حملة تتوحد من خلالها الجهود وتساهم في نشر التوعية والثقافة للأسرة وللطفل. وزارة الداخلية تحديدا شريك أساسي في هذه الحملة، ولها العديد من البرامج الوقائية والأنشطة اللي إن شاء الله راح نهاية العام تساهم بشكل إيجابي في رفع مستوى الوعي لدى الطفل. واحنا دائما ناكد ان مو بدورنا فقط قانوني، يعني اللي هو بعد وقوع الجريمه، لا، الجهاز الامني الدور الاساسي له دور وقائي ودور توعوي قبل وقوع الجريمه. التوعيه ثم التوعيه هي السلاح الابرز في مواجهه جرائم الاستغلال والابتزاز الالكتروني ضد الاطفال، وهو ما اكدت عليه الجلسه الحواريه كذلك، اذ ترتكز هذه الحمله على جمله من المبادرات الهادفه الى رفع المستوى الثقافي والوقائي لدى اولياء الامور والاطفال في مختلف المراحل العمريه، سعيا لتحييدهم عن مخاطر الابتزاز وسبل التعامل معه. في البداية نشكر جميع الجهات على تكاتفها في إنجاح
الحملة الوطنية لحماية الأطفال من الابتزاز الإلكتروني. في الحقيقة وزارة التنمية الاجتماعية متمثلة بمركز حماية الطفل تقوم بدور كبير في حماية الأطفال من جميع الجوانب، وبالتحديد خلينا نتكلم اليوم عن الاستغلال والابتزاز الإلكتروني. يقوم مركز حماية الطفل بإيقاع الحماية على الأطفال وكذلك التدابير المناسبة، وكمان مركز حماية الطفل يعد ورشات ودورات تدريبية للمنتسبين للمركز وكذلك للعاملين في مجال الطفولة والأسر لإعطاء الأفضلية للأسر في التربية وكذلك التوعية السليمة. تعرض الأطفال للابتزاز الإلكتروني يمثل مشكلة خطيرة ومستجدة تتطلب تضافر جهود جميع الجهات المعنية لمواجهتها. اليوم احنا نشوف من هذا المنطلق يعني نؤكد على أهمية إطلاق هذه الحملة الوطنية التوعوية والتي تهدف إلى تكثيف الجهود التثقيفية ونشر الوعي بين الأطفال وأسرهم وحول مخاطر الابتزاز الإلكتروني وكيفية الوقاية منه. بلا شك أن التوعية المبكرة والمستمرة تعد أحد أهم السبل الفعالة لحماية الأطفال من الوقوع فريسة لهذه الجرائم، المساهمة في حد للحد من الانتشار لهذه الظاهرة بكافة الوسائل. جهود كبيرة تكاتفت لتوحيدها مختلف الجهات الوطنية التي ساهمت بكل فاعلية في إطلاق هذه الحملة من منطلق مسؤولياتها الوطنية وتحقيقا لرسالتها النبيلة في ضمان بيئة آمنة لأبناء المملكة تحفها أياد أمينة تسعى دائما للارتقاء بوطنها نحو الأفضل. تكاتف وتعاضد حكومي كبير من خلال هذه الجهات التي وضعت ولا تزال أطفال مملكة البحرين نصب أعينها، تجسد هذا الاهتمام في هذه الحملة الوطنية الواسعة التي تهدف إلى حماية أطفال مملكة البحرين من الاستغلال والابتزاز الإلكتروني. يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.